منذ عام 2011 حتى الآن تعرضت المدارس في سوريا لما يزيد عن 1100 استهداف بأصناف متعددة من الأسلحة. واحدة من كل 3 مدارس لا تعمل بسبب تعرضها لأضرار نتيجة أعمال العنف أو لاستخدامها من قبل أطراف الصراع كمراكز عسكرية. مليونان و800 ألف طفل سوري انقطع تعليمه أو لم يذهب للمدرسة نهائياً. 18% من الأطفال في الصف الثالث لا يتقنون القراءة بسبب انقطاع تعليمهم. لم تستطع المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن حماية أطفال سوريا ومستقبلهم التعليمي. قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 الخاصين بسوريا واللذان يقضيان بوقف الهجمات العشوائية على المناطق المدنية لم يوقفا هذه الهجمات، بل على العكس. تشير التوثيقات إلى أن القوات الحكومية السورية وحليفتها الروسية مسؤولة عن 91% من الاستهدافات. إن إحالة ملف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية إلى آليات المحاسبة الدولية ضرورة ملحة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين. من حق الضحايا وذويهم أن يكون لديهم وصول لآليات محاسبة دولية وأجهزة قضائية ذات اختصاص عالمي للمطالبة بحقهم في العدالة.